بالنسبه لبيريرا. بيريرا يحاول بكره عرضيه اخرى داخل المنطقه على التغطيه من جانب الدفاع، وبعد ذلك فرصه خطيره وكره هدف هلال اول. لوسيانو ميتو لسه بدري يا جماعه. لون الهلال، جمال الهلال، متعة الهلال، مرحبا بكم في حضرة الزعيم لوسيانو ميتو. يسجل هدف أول في أحداث هذا اللقاء. بيريرا بكرة عرضية، فرناندو لم ينجح في إبعادها مع خط دفاع، ارتباك في دفاع ألميريا، في الأخير الكرة في الشباك لمصعة الزعيم. الزعيم واحد، الأسود لا شيء. لوسيانو يسجل أول أهداف هذا اللقاء بعد تقريبا دقيقتين، 1-0 للهلال.